لما سألوه كيف نصلي عليك فقالوا الله فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب. طبعا إحنا ما بعد كده بنقول سيدنا محمد سيدنا إبراهيم السلام. لكن في الصلاة تأدبا مع الله نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب وحضرتك جالس عايزينها عملي تمام عشان تبقى واصله وحضرتك جالس بالظبط. طب اعتبروني الوقت واقف تمام يعني بالظبط خلاص كده. ما تفكروش ان انا قاعد لان طبيعي القادر على الوقوف يصلي وهو واقف. جميل هبص اهو زي ما احنا كده بنعمل في تكبيره الاحرام بالضبط. أيوة. وهرفع ايدي الله اكبر دي تكبيره الاولى. ايوه اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الله اكبر اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب. الله أكبر. أيوة عفوا حضرتك قلت الله أكبر في المرة الأولى تكبيرة الإحرام. نعم. بعد كده الله أكبر حضرتك الإمام وأنا المأموم أرفع إيدي في الجنازة ولا حتى الإمام ولا مكاني في أول تكبيرة تمام في أول تكبيرة فقط لتكبيرة الإحرام الدخول. أيوة. في الصلاة هي التي نرفع فيها الأيدي. جميل. أما التكبيرات الأخرى الثلاثة لا نرفع فيها الأيدي تفرقة بين صلاة الجنازة والعيد. جميل. يعني في العيد في السبع تكبيرات في الركعة الأولى بنرفع. تمام. في الركعة الثانية في الخمس تكبيرات بنرفع. تمام. أما في صلاة الجنازة فنرفعها على الراجح وهو الأصح فقط في التكبيرة الأولى. تمام. طب إذا لقيت اللي جنبي رفع لا أنكر عليه لأنه رأي خلافي. جميل. فما فيش مشكل فببقى واقف إيدي ثابتة. طيب. والإمام وحده الذي يجهر بالتكبير. أيوة. أما المأموم فلا يجهر بالتكبير هو ده اللي بيحصل يقولها في سر كلنا بلا استثناء بنقول الله أكبر مع بعض كلنا هنقولها في سرنا. تمام. ولاحظوا أنا دلوقتي بقول الفاتحة وبقول الصلاة على سيدنا النبي وهقول الدعاء سواء في التكبيرة الثانية بعد الثالثة أو الرابعة في السر. أنا بقول ده بجهر السنة علشان الناس تسمع. جميل. إنما في الأساس في السر, في السر. حتى لو بالليل يعني حتى لو بنصلي ليلا حتى لو أنا الإمام سرا. حتى لو أنا نعم. الإمام نعم. نعم في التكبيرة الثالثة قلت الله أكبر أهو ببتدي بقى أدعي للميت. اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك خرج من الدنيا يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا. اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تجاوز عنه اللهم افسح له في قبره مد بصري اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرا من حفرا وأجتهد في الدعاء بقدر ما أستطيع. جميل. ثم أقول الله أكبر إما أصمت أو أن أقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وإن اكتفيت بهذا جائز. أيوة. ثم السلام عليكم ورحمة الله يعني التكبيرة جائزة واحدة. إخواننا اللي بروحوا عمرة أو حج وهم بعشرات الألاف ولا جايز مئات الألاف. أيوة. من أي بلد بيلاقوا هناك بيسلموا تسليمة واحدة لأن مذهبهم مالكي أو جميل. في الغالب يأخذ مذهب المالكي فالتسليم على اليمين فقط أما نحن فنسلم تسليمتين على مذهبنا الإمام الشافعي فلا حرج في هذا. تمام. ده صح وده صح كده انتهت الجنازة خلاص. ماذا بقى لو دخل حد متأخر؟ أيوة سيادتك جيت بعد ما أنا نويت صحيح فات التكبيرة أو اتنين بتبتدي حضرتك أنت تكبيرتك كأنك لسه في الأولى. تمام. فتقرأ الفاتحة والتانية اللي هي بالنسبة للرابعة انت بتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا هسلم بعد الرابعة. أيوة. حاجة من اتنين حضرتك يتسلم مباشرة يتكمل التكبيرتين بسرعة وما فيش مشكلة تسلم. الاثنين صح. جميل. ربنا يكرمك يا مولانا ويسعدك يا رب. استأذنك معنا أم سلمى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك يا فندم اتفضلي. أنا عايزة بس عندي سؤال. اتفضلي تحت أمرك. هي سورة الملك فعلا بتمنع دمة القبر لما الواحد يعني يقراها ويموت في نفس اليوم تمنع دمة القبر؟ حاضر يا أم سلمى. سورة الملك بتمنع دمة القبر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا قرأ سورة الملك وقال عنها كده 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر. ما شاء الله. عارف يا دكتور محمد لو أنا أقرأ سورة الملك بيقين والله ستقين عذاب القبر. أيوة. وتقيني بإذن الله عذاب جهنم وهتخليني إنسان صالح من هقرأ فيها تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت
تمام. والحياة. لما الواحد فينا يبقى فاكر الموت قبل الحياة، أيوة، هيبقى إيه؟ صحيح، إنسان مستقيم. صحيح. فلما الإنسان يقرأ القرآن بتدبر ووعي طبعا ستقيم. لما حد يقول لي سورة ياسين بيقضي الله تعالى بها الحاجات، طب حضرتك بس خلي عندك يقين، أيوة، بأن الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. خلي عندنا يقين بده، الله، هتخلص وهتيجي. حد يقول لي سورة الواقعة هتاقي الفقر، طب خلي عندك يقين وانت بتقرأ قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون إلى آخره، فتوكل من داخلك أن الله هو الرزاق وأن الله هو المعطي، ستجاب وتأتيك البركة وهكذا. فعلة المسألة مش في القراءة، مش مجرد القراءة، أيوة، هي في الفهم والتدبر ما شاء الله، والإدراك بمفهوم الآيات ومعانيها. جميل، ربنا يكرمك يا مولانا. استأذنك وناخد معنا أستاذ